أخبار اليوم. دي عشان رسم اهو عندك علامات. بص على العلامه اللي انت عايزاها وعلمي جنبها. المستشار محمد شريف. اهلا بحضرتك في اخبار اليوم. اهلا بحضرتك. كنا عايزين نعرف اهم المشاكل اللي بتقابل حضرتك في اللجان. اهم المشاكل اللي بتقابل حضرتك في اللجان. اهم المشاكل ان في بعض طبعا الناخبين نتيجه طبعا زادت نسبه الاميه ما بيبقوش عارفين عمليه الانتخاب بتتم ازاي. احنا بنساعدهم وبنحاول نوجههم بما لا يخل بسير العمليه الانتخابيه ان احنا ما بنتدخلش، لان الورقه فيها عباره عن اسماء مرشحين وعلامات قدام كل مرشح. اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب او عنده اميه بيخش المفروض بيبص للعلامات وبيختار العلامه اللي قدام المرشح اللي هو جاي يديله صوته. حضرتك شايف اثناء وجودك في الانتخابات هل في بعض تلاعب من بعض المرشحين للادلاء بالاصوات يعني او زياده الاصوات ليهم؟ لا مفيش تلاعب، ده نتيجه ان عمليه الاجراءات الانتخابيه هي عمليه استقرت في وجدان المواطن المصري نتيجه الاشراف القضائي اللي بقى له اكتر من 15 سنه وبقى في انتظام ومفيش حد بيحاول ان هو يتخطى حدود الاجراءات المتبعه، لان هو طبعا لو تخطى الاجراءات دي هيتم مقابله الكلام دوت او التخطي ده باجراءات رادعه واللي هي بينص عليها القانون. طيب حضرتك شايف ايه الايجابيات اللي شفتها النهارده من ناس مختلفه عن باقي الانتخابات اللي سابقه اللي بعد كده؟ في وعي بنسبه 80% او 90%، في وعي وهو داخل عارف هيختار مين وما بياخدش وقت. وفي الاجراءات نفسها كمان من المجهزه قبل العمليه الانتخابيه سواء استمارات ناخبين او سواء الدفاتر بتاعه الاسماء او تنقيح الاسماء اللي موجوده في كشف الناخبين في الحقيقه يعني الى حد كبير جدا مظبوط. شكرا يا فندم. تحت امرك.